السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة صحفية جديدة أقدمها لكم أنا حسام باصهي، ونطالع في العناوين. أبو زرعة المحرمي جاهزون للسلام الشامل في حال صاع الحوثي للغة الحوار. واشنطن تقدم مكافآت مالية لأي معلومات حول عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات للحوثيين. الاتحاد الأوروبي يطالب ميليشيا الحوثي بالتعاطي مع المقترح الأممي حول فتح طرق تعز. وألوية العمالقة ودفاع شبوة والشرطة تنفذ انتشارا واسعا في عتق. أهلا بكم. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي أن مجلس القيادة والحكومة جاهزين للسلام الشامل والعادل في حال صاع الحوثي للغة الحوار والمفاوضات بدلا عن القتل والدمار والخراب. وأضاف خلال لقائه بالسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاغن: هي فرصة في هذه الأيام المباركة أن ندعو الحوثي لتحكيم العقل والانخراط في المفاوضات من أجل الشعب الذي يدفع ثمن هذه الحرب. كما استعرض المحرمي جهود الحكومة وموقف مجلس القيادة الرئاسي في دعم وإسناد مساعي المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي لإنجاح الهدنة الأولى والثانية والمواقف الإيجابية التي التزمت بها الحكومة من أجل رفع المعاناة عن الشعب. وقال أن الحكومة وافقت على فتح مطار صنعاء الدولي وتسيير الرحلات الدولية، وكذلك تم السماح بدخول السفن النفطية والتجارية لميناء الحديدة على أن يتم دفع ذلك المردود المالي كرواتب للموظفين، وهذا ما لم يحدث إطلاقا، بل ذهبت تلك الأموال للمجهود الحربي. وأشدد المحرمي على أهمية ضغط المجتمع الدولي على ميليشيات الحوثي وممارسة كافة صلاحياته في إجبارها على تنفيذ كل ما اتفق عليه من حيث فتح المنافذ والطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى. بدأ الأسطول الأمريكي الخامس التابع للبحرية الأمريكية المتمركز في الشرق الأوسط في تقديم مكافآت مقابل المعلومات التي يمكن أن تساعد البحارة في اعتراض الأسلحة والمخدرات وغيرها من الشحنات غير المشروعة في جميع أنحاء المنطقة، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي وتسليح طهران للميليشيا الحوثية في اليمن. ووفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتد بريس، فإنه مع تجنب ذكر إيران بشكل مباشر، فإن قرار الأسطول الخامس تقديم أموال وسرع أخرى للاستخبارات العملية في الخليج العربي والممرات المائية الاستراتيجية الأخرى قد يزيد الضغط على تدفق الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية. وقال هوكنز أن المكافآت قد تصل إلى $100,000 أو ما يعادلها من المركبات أو القوارب أو الغذاء للحصول على نصائح تتضمن أيضا معلومات عن هجمات مخطط لها تستهدف الأمريكيين. وأشار إلى أنه على الرغم من أن إيران تنفي تسليح الحوثيين، إلا أن خبراء مستقلين و دول غربية وخبراء من الأمم المتحدة تتبعوا مكونات تعود إلى إيران. طالب الاتحاد الأوروبي ميليشيا الحوثي الانقلابية بفتح طرق تعز والتعاطي الإيجابي مع الجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. ودعا السفراء الأوروبيون ميليشيا الحوثي إلى التهدئة في خطابها العام بخصوص الهدنة وإحلال السلام. وأكد السفراء الاتحاد الأوروبي على أهمية استغلال الهدنة الجارية للدفع بالعملية السياسية وتحقيق السلام. يأتي هذا بالتزامن مع تهديدات أطلقتها ميليشيا الحوثي لإفشال الهدنة والتلويح باستئناف العمليات القتالية وتكثيفها أعمال التحشيد العسكري لمختلف الجبهات. من جانبه هدد عضو ميليشيا الحوثي المدعو حسين العزي بإنهاء الهدنة، وقال في تغريدة أنه أو إذا لم تتحقق اتفاقات صادقة وواسعة وموثوقة وملموسة وتشمل كل الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما في ذلك الإيرادات النفطية والغازية والمرتبات، فأعتقد أنه لن يكون هناك مجال لأي تمديدات زائفة. وأوضح أن الميليشيا جاهزة لاستئناف المعارك والمواجهة مع القوات الحكومية. بتوجيهات من الشيخ عوض بن الوزير العولقي محافظ محافظة شبوة ورئيس اللجنة الأمنية، نفذت قوات العمالقة وألوية الدفاع شبوة والشرطة انتشارا واسعا لدورياتها بعاصمة المحافظة عتق. وشمل الانتشار الأمني كل أرجاء عتق بتنفيذ مشترك، إذ تشارك كل قوى بعدد من الأطقم العسكرية والأفراد ضمن التنسيق الأمني بين الوحدات الأمنية والعسكرية. شارك في التدشين العميد عوض مسعود الدحبول مدير عام شرطة
شبوة، والعقيد وجدي باعوم قائد اللواء الثاني دفاع شبوة، وقائد اللواء الثامن عمالقة أبو جمرة، حيث تحدثت القيادات العسكرية والأمنية في تصريحات صحفية أن الانتشار لقوات العمالقة الجنوبية ودفاع شبوة وشرطة شبوة يأتي ضمن التنسيق المستمر للوحدات العسكرية والأمنية وبتوجيهات من محافظ شبوة لحماية أمن واستقرار شبوة ضد تهديدات الميليشيات الحوثي والجماعات التخريبية والإرهابية. واعتبر الجميع أن أمن شبوة خط أحمر، والجميع يقع على عاتقه مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة. الصحافة تقول مستمر، وفيه بعد الفاصل. الكاتب الصحفي هاني مسهور، تحرير عدن انتصار عظيم لا يروق للوبيات اليمنية. 4 قضاة في صنعاء يقدمون استقالتهم ويرجعون السبب لشعورهم بالإذلال والامتهان. عدنا لكم. انتقد الكاتب الصحفي هاني مسهور ما وصفه باللوبيات أو بلوبيات اليمننة في الإعلام العربي، متوقعا تجاهلها حلول الذكرى 7 لتحرير العاصمة عدن. وأشار في تغريدة على حسابه في تويتر أمس الاثنين إلى أنه بعد أيام قليلة تحل الذكرى 7 لتحرير العاصمة عدن، ومن المتوقع أن يتجاهل الإعلام هذه المناسبة، فهي لا تروق للقرادحة ولوبيات اليمننة المتوغلة في الوكالات الإخبارية العربية والدولية. وأوضح أن تحرير عدن انتصار عربي عظيم يستحق الاحتفاء به في كل عام، ومن حق الشعوب أن تفتخر به، ولكن هناك من لا يريد ذلك. قدم 4 قضاة استقالتهم عن أعمالهم بسبب سوء ظروفهم المادية في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر قضائية أن 4 قضاة قدموا استقالتهم عن أعمالهم في النيابة العامة وبشكل نهائي بسبب سوء الظروف المعيشية وعجزهم عن توفير إيجار مسكن أو عن توفير مستلزمات دراسية لأطفالهم. والقضاة 4 هم جمال درهم ومحمد علي تارا وعبد الحكيم الخزاعي وبشير الشامي. وتداول ناشطون رسالة وجهها القضاء 4 إلى ما يسمى برئيس مجلس القضاء الأعلى والمعين من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية تتضمن أسباب استقالتهم. وعلى رأس هذه الأسباب قال القضاء أن القاضي يشعر بالإذلال والامتهان، ويتم المن عليه بنصف راتب لا يسد رمق طفل ولا يكفي لتغطية إيجار مسكن. وتحكمت ميليشيا الحوثي الإرهابية بالقضاء في مناطق سيطرتها، واستغلته منذ سنوات للسطو على أملاك الدولة والمناوئين لها وإصدار أحكام مسيسة بحق عدد منهم. قام جمارك المنطقة الحرة بعدن وبمشاركة الهيئة العليا للأدوية واللجنة الأمنية في المنطقة الحرة أمس الاثنين بإتلاف 198 كرتون دواء فوار تالف. وكان الجمرك قد قام بضبط الشحنة عقب معاينتها وإبلاغ الهيئة العليا للأدوية بأن الأدوية المضبوطة كانت منتفخة بسبب تأثير ارتفاع درجة الحرارة. وبدورها قامت الهيئة العليا للأدوية ممثلة بمندوبها في الميناء قامت بمعاينة الشحنة وأكدت على عدم صلاحيتها ووجوب إتلافها. وتمت عملية الإتلاف صباح أمس في حرم المنطقة الحرة بعد توجيهات من إدارة الجمارك، ووجهوا بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة للنزول لموقع الإتلاف، حيث شاركت في هذه العملية اللجنة الأمنية في المنطقة الحرة بعدن. جولة قصيرة مع رسومة الكاريكاتير. وبذلك نكون وصلنا إلى ختام هذه الجولة، ونشكركم على حسن المتابعة. فلسنا نحن من نقول، ولكن الصحافة تقول. إلى اللقاء.